الله 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 يا خالق الأكوان يا منزل القرآن يا خالق الأكوان يا منزل القرآن زدني من الإيمان الله يا الله يا خالق الأكوان يا منزل القرآن يا خالق الأكوان يا منزل القرآن زدني من الإيمان الله يا الله 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 اغفر لي يا ربي عصياني وذنبي اغفر لي يا ربي عصياني وذنبي الدمع في عيني فارحمني يا الله الدمع في عيني فارحمني يا الله اغفر لي يا ربي عصياني وذنبي اغفر لي يا ربي عصياني وذنبي الدمع في عيني فارحمني يا الله الدمع في عيني فارحمني يا الله يا خالق الأكوان يا منزل القرآن يا خالق الأكوان يا منزل القرآن السلام عليكم wir sind hier von Masjid Sunna aus München Gladbach gekommen weil wir auch Nein zu der Hetze sagen wollen und zu der Ungerechtigkeit, weil das, was dieser Familie geschehen ist, das darf keinem geschehen, sei er Muslim oder nicht Muslim, sowas akzeptieren wir nicht und sowas darf kein Mensch in diesem Land geschehen. Vielen Dank. والذنب أضناني يا خالق الأكوان والذنب أضناني يا خالق الأكوان الدين ناداني للخير أوصاني الدين ناداني للخير أوصاني والذنب أضناني يا خالق الأكوان والذنب أضناني يا خالق الأكوان يا خالق الأكوان يا خالق الأكوان يا منزل القرآن زدني من الإيمان الله يا الله يا خالق الأكوان يا منزل القرآن يا خالق الأكوان يا منزل القرآن زدني من الإيمان الله يا الله يا كاشف البلوى يا سميع النجوى يا كاشف البلوى يا سميع النجوى زدني من التقوى يا خالق الأكوان زدني من التقوى يا خالق الأكوان يا كاشف البلوى يا سميع النجوى يا كاشف البلوى يا سميع النجوى زدني من التقوى يا خالق الأكوان زدني من التقوى يا خالق الأكوان يا خالق الأكوان يا منزل القرآن يا خالق الأكوان يا منزل القرآن Dass die muslimische Frau und im Allgemeinen der Muslim seine Rechte bekommen soll, ohne Angst in diesem Land ihre Religion ausüben, ohne Angst, dass die sagen können, ich bin ein Muslim. Ich will Ihnen etwas erzählen. Haben Sie schon mal davon gehört, dass zehntausende Frauen in diesem Land diskriminiert werden in ihrem Kopf? Sie hören immer wieder davon, dass Frauen die Zunge der Kopf zu tragen. Ich garantiere Ihnen, hier stehen Frauen, hunderte von Frauen in der gescheitlichen Führung sind, die hunderte von Frauen kennen, die ihnen gezwungen werden, das Wort in dieser Gesellschaft aufzuziehen. Islam ist eine Religion der Gerechtigkeit. Allah sagt in einem heiligen Hadith, Ya ibad, inni haramtu ad-dhulma ala nafsi, fala tadhalamu. O mein Diener, ich habe mir selber die Ungerechtigkeit verboten, so seid ich ungerecht. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah.
يا خالق الأكوان يا منزل القرآن، يا خالق الأكوان يا منزل القرآن، زدني من الإيمان الله يا الله. يا خالق الأكوان يا منزل القرآن، يا خالق الأكوان يا منزل القرآن، زدني من الإيمان الله يا الله. الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.